مرتفعات جبال الأربعاء بولاية البليدة أضحت ملاذا للباحثين عن الراحة والاستجمام، لا سيما بعد أن استتب الأمن بالمكان ليجعل منه شباب المنطقة محج لممارسة هواياتهم، خاصة ونحن نعيش أيام فصل الربيع. شخص يومان نخيروا نهار نخرجوا فيه، بعد ما كانت كاينه لابريسيون فلاسيومان عندنا اللي يقرا واللي يخدم حنا نتلاقاو كيما يقولوا الفان دي ترافاي ولا فان دي تيود، نتلاقاو نديروا ان بلون لا بروغرام، نختاروا بلاصه نريحوا فيها، نجيبوا هنا نديروا شويه، انا قاعدين نقصروا نلعبوا دومين وقصره والضحك مع الاحباب، وهذا شيء يخلينا باش خطره الجايه نزيدوا بروغرامي وخرجات زياده. نحبوا نديروا رياضه دائما، سورتو ركوب الدراجات الهوائيه في الجبال هذه تاع مدينه الاربعاء. الطبيعه هنا لا تزال تحافظ على عذريتها وتبقى بحاجه الى مرافق من شانها استقطاب العائلات. نطلبوا من السلطات يخدموا لنا الطريق باش نهبطوا لهنايا، حنايا معليش انا اللي جن نقدروا نوصلوا لهنايا، بصح كاين لي فامي ما يقدروش يوصلوا، الحمد لله لهنا الامن كاين، وشنو شويه مرافق يتهلاو لنا شويه في المرافق. كشفت رحله فريق الشروق نيوز لمرتفعات جبال الاربعاء بولايه البليده كنزا اخر من كنوز الجزائر، يبقى فقط لو استغل جيدا يمكن تجاوز ازمه اثارت الكثير من الجدل لسنوات مضت.